السلام عليكم، مرحبا بكم خاوتي. ما تنسوا تشتركوا معنا في القناة، فعلوا الجرس، ديروا لنا جيم لافيديو. ربي يحفظكم ان شاء الله. لجنة المعاينة تتفاجأ بالمنشآت في الجزائر وتفضح الكاف. انها تبعثت الكاف زيارتها الى الجزائر بعد ان اطلعت على المنشآت الرياضية لبلادنا، وافادت الكاف ممثليها الى الجزائر ضمن اطار معالجة ملف ترشح الجزائر لاحتضان نهائيات كأس إفريقيا 2027، وتكفل باستقبال ومرافقة بعثة الكاف كل من النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة الجزائري جمال مربوط والأمين العام منير دبيشي. وامتدت الزيارة في فترة ما بين الاثنين والأربعاء الماضيين، حيث تفقدت بعثة الكاف ملاعب براقي، 5 جويلية، الدويرة، وهران، قسنطينة، وعنابة، فضلا عن مرافق ومنشآت آخرين. وكان الاتحاد الافريقي لكرة القدم قد لجأ في تاريخ سابق الى تعيين شركة اجنبية لمعاينة ملاعب ومراكز تدريب ومنشآت اخرى للبلدان المترشحة لاحتضان كان 2027 بينها الجزائر. وبحسب ما فادت به مصادر مطلعة، فان البعثة التي اوفدتها الكاف دونت عدة نقاط ايجابية، بل انها تفاجأت من حجم الموارد والمنشآت التي تتواجد في الجزائر. زيادة على ذلك، دونت اللجنة المرافق ذات الصلة بالملاعب، خاصة القرية المتوسطية في وهران التي تعد امتداد إيجابي للمنشآت. كما استغرب طاقم اللجنة المتكون من شخصيات أجنبية عدم استغلال الكاف مثل هذه الملاعب في المنافسات التي تعتمدها الكاف، خاصة وأن عدة المنافسات فارطة شهدت نقائص بالجملة وملاعب لا تلقى لاستقبال مباريات للمنتخبات. ما تنسوش خاوتي اشتركوا معنا في القناة، فعلوا الجرس، ديروا نجام لا فيديو. ربي يحفظكم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.